السلام عليكم خوتي خواتاتي، ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم على خير وبخير يا ربي. اليوم غادي نمشيو نخدمو دابا لواحد المونطو. غادي اخوتي خواتاتي نخدمو اليوم هذا المونطو هذا اللي كتشوفو فيه، ونتمنى تستافدو معايا كيفاش تسنتريو. مثلا الا عندك لافيست طويله مثلا، ولا الكمام طوال ولا عريضه، كيفاش تسنتريها. ولا عندك شي مونطو كيفاش تتعلم واحد يسنتري الحوايج على حسب لا فورم ديالو. دونك حنا جبنا هذا المونطو، هذا عير ديال واحد الكليانه خيضه العبار ديال الظهر وديال الطوفانه. دونك خليكم معايا خوتي، دابا غادي ندير سميتو العبار. ضروري العبار، هو ضروري تعبري شحال انتي شاده وشحال خصك تمقصي. هادشي اللي كاين، يعني كيف ما راكم تلاحظوا انا دابا عبرت كيفاش غاديه، شحال العبار لك شي عندي مقيده خيده العبار على السيده. ودابا غادي نريقل كيفاش غادي نقص، وخليكم معايا يعني كيفاش الانسان ينقص بدون شي حاجه. سهله ماشي صعيبه، سهله بزاف، وابسط طريقه باش تنقصي، ابسط طريقه باش تسنتري. كيقولوا الكلاسيك واعر في السنتراج ديالو، فعلا هو واعر، ولكن اللي عرف ليه من يدخل ليه ماشي واعر، كيجيني بعدا انا سهل. دونك غادي نطيحو بالروباساج مبتدئات، ما يحطوا الماكينه ما والو، حتى يعبروا يطيحوا بالروباساج. هذه اسهل طريقه ديال بالنسبه لافيست او المونطو كيفاش تنقصوا. اسهل طريقه هي ديما اختي ولا خويا ديما تطيح بالروباساج، يعني ديما تطيح بالروباساج ولا ديما تطيح، المهم القدر اللي انت غادي تحيدو ديما تطيح هكا بالروباساج باش يجيك سروال او اي حاجه باش تجيك طيحه مزيان تجين ماشي مشكل. ولكن بالنسبه للكلاسيك كنهضر انا ضروري خصك تطيح بالروباساج، كان كنترولي كنشوف واش فيه شي ديكالاج، واش فيه شي رتوج اصلا ولا ما فيهش، حيت ما يمكنش لك غير تشد شي حاجه وتجي وتضربها من المقص. دونك غادي ندخلو من هاد البلاصه. على فكره هاد البلاصه ديما كتكون في الجاكيطه ولا في المونطو، كتكون بلاصه من سادين، وهذا هو الباب، هذا هو السر والباب تاع المونطو او جاكيطه، اي حاجه مخدومه بالدوبلور هذا هو الباب ديالها، من كتقدري تدخلي تقلبيها. دونك انا جربت الفيديو شويه، الفيديو كان طويل، هذا هو الشيء اللي غادي نحيد، راهو طايح، راه ديجا مكلاصي، خصنا نبقاو عاقلين على البلاصه اللي حليناها كيفاش كانت. ركزوا معايا على البلاصه اللي حليناها كيفاش كانت، واش كانت مطويه تجاه الدوبلور، ولا كانت مطويه تجاه الفيزلين، ولا كانت مطويه. دونك غادي نقص العبار اللي خديت، هاد المقص عندي عيان، شي نشوف شي مقص اخر. المهم هذا حتى هو، وهذا هو المقص اللي هو ماضي شويه، هذوك كلهم حفاو. دونك هذاك الشيء اللي تنقص رانا حيدتو، هو الروتوج وعر من الخدمه كدبو. الروتوج عار ما تخدمي خدمه وحاجه جديده، يعني تصايب الروتوج كيكون صعيب شويه، ديما خايفه من التوب، وديما التوب كيلعب معاك، وسيتو الا كان التوب راشي. مع هذا المونطو راه جديد، الريغلاج ديما الريغلاج هو الكونترول، تراقبي راسك اش كديري، ديما تراقبي راسك اش كديري، وديما المقص هو الاخر حتى تخمي وتفكري. عاد تضربي بالمقص. دونك هنا غنحيد غير واحد السنتيم،
ما غاداش نقطع سنتيم، غادي نطلع غير الدوبلور والحبيك وغادي يجي هو هذاك، نطلعو غير هكاك ما غنقطع شي، غنكلاصي هكاك. دونك انا كنعبر تما باش نرشم السنتيم اللي انا غادي نحيد من المونش، هادشي اللي كاين ريقلت كلشي. دونك غادا نمشي للماكينه دابا نقطع داكشي ونمشي للماكينه. هو الكلاسيك كيبغي الخدمه باليد بزاف ماشي بالماكينه، يعني كيبغي الخدمه بزاف باليد. هذيك البلاصه خدمتها شفتو كيفاش مونطيتو، داكشي جا غزال مقاد. دونك غادي نكلاصي حتى الاتجاه الاخر، الماكينه غنحيدوها، غادي دابا نبداو الخدمه باليد. كيف ما راكم تلاحظوا ضروري خاصها التكلاصه وخاص المونطو يرجع كيف كان، هذاك الشيء اللي قطعت منه خاصو يرجع كيف كان. دونك هنا ما غاديش نقطعو، غادي غير نكلاصيو، حولوا واحد السنتيم من البلاصه ديال كلاصاج كيف ما راكم تشوفوا. دونك غنبداو بخدمه اليد، اللي مصالحه مع اليد راه تقدر تخدم بدون ماكينه. بالنسبه للكلاسيك اللي عندها مع خدمه اليد راه تخدم بدون ماكينه بحال شكل جلابه، يعني ما تحتاج لا ماشين. كيفاش كندير له؟ ضروري خصني الريقل مزيان نعرف اش غندير. كيكون توب كبير والدوبلور يعني صغير خصني الريقل مزيان، حيت كيكون المونش ايفازي جايو كي صغار حتى لعند ليت. ما عليا الا نطراسي باش نقدر نتمكن من العبار مزيان. دونك هادشي اللي غندير سنتيم، خديت العبار ديالي هنا سنتيم اللي غادي نقص من ليت. شوفوا واش بحال بحال لا ميم ولا ماشي لا ميم. خصو يطيح المونش على المونش، يعني الكمام ليدين بحال ليدين بحال ليد الاخرى. قوة اللغات خربقتنا، ما بقينا نعرفو لغتنا. دونك ولادي مقرب لي الدنيا البنات. انا ما كنخدمش بزاف هنا في الخياطه حيت عندي هاد لا تولي كاينه في الكراج، ما كنقدرش نجي نجلس تما حيت كاين دابا البرد الحال بارد. الا بغيت نجي هنا خصني نلبس ريكو. دونك غنعاودو نقلبو ونعاودو نكونترولي ونشوف واش الخدمه اللي درناها هي مقاده، واش كاين شي ديكالاج، كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. هادشي اللي بغيت نقول لكم.
ونعودو كل شيء مزيان الحمد لله، يعني أحسن ما كان، يعني بالعكس يعني صلحته، كان شوية معوج. أنا رجعته مقعد غادي، يعني قعد دونك خوتي غنكونترولي وغادي نمشي نسد الباب اللي دخلنا منه من توبلور، خصنا نرجع نسدوه. وبالنسبة للمصلح حتى الغدا عاد نصلحو، يعني دابا ما بقاش ليا الوقت. كونترولي الكميم واش بحال بحال، السنتيم اللي خديته واش كان ناجح، طريقة ناجحة 100% خوتي، طريقة ناجحة 100%. وانا كنخدم الروتوج بزاف وديما كنخدم بهذه الطريقة هذه الحمد لله. الروباساج حتى الغدا ان شاء الله. دونك شكرا لكم على المشاهدة، وديمتكم في رعاية الله ان شاء الله. خليتكم على خير وبخير، بيزو، ميرسي ميرسي بوكو. نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهذا الفيديو هذا، وشكرا شكرا بزاف. ونتمنى تكونوا استفدتوا هذاك الشيء اللي حيت منه، نتمنى نكون فدتكم بشي حاجه، ونتمنى الفيديو يميل الاعجاب ديالكم، ونتمنى الطريقه تكون سهله عليكم. شكرا.